البيت الوطنية وهات شتيمة فيا وراحت رامية الفلوس بوش. شوف يا شريف، صحيح الست دي عاهرة لأنها صاحبة مبدأ، يكفي انها رفضت اللي انت قابلته. طب اروح انا فين بس؟ مش فاهم. اسمع يا شريف، انت لا هتروح ولا هتيجي، انت هتفضل في شقتك وانا اللي هطرده من شقته. انت بتطرده من الشقه؟ الراجل ده وكلته عشان يطرد مراتي من الشقه، هي اللي طردتني. هتطردهم ازاي؟ قانون حق الارتفاق مع الجار. حق ايه؟ حق الارتفاق مع الجار. انت متضرر نفسيا وماديا من وجودك جنبه، والصاروخ اللي جه في شقتك امبارح ده جالك من السما. انا هرفع قضيه وهكسبها مضمونه 200%. اهم حاجه نروح نصور الخراب والدمار الذي احل بشقتك ونرفق الصور مع ملف القضيه. قلت ايه؟ عايزكوا بقى تصوروا كل حاجه، ها، وتبينوا بقى اللي حصل. الكراسي دي بقى ايه؟ كانت طايره في الهواء زي قشر لب. الترابيزات ولا الترابيزه يعني سليمه، كله متدغدغ، مفيش ولا لوح ازاز عدل. الدنيا كلها كان متدرمغه. الدرمغه يعني درمغه، زلزال مثلا بقوه 8 ريختر. الصاروخ بقى جه من هنا راح داخل عمل الفجوه اللي انتوا شايفينها دي، والناس اقتحموا الفجوه دي ودخلوا وانا نايم انا والبنت جوه. كانت فجوه كبيره يعني. وفي ايه؟ البيت ده بيت مين؟ ايه فجوه؟ في الفجوه. الله، انت بيجي لك تهيؤات؟ فين الصاروخ اللي بتقول عليه ده؟ تهيؤات ايه؟ انا اسباب الشقه دي متدمره دلوقتي. خلاص خلاص يا شريف، بس اتغطى وانت نايم. اتغطى ايه؟ انا اخوانا لسه ما اتجننتش، والبنت اللي كانت معايا شايفه كل حاجه وشاهده. انت بتصور ايه؟ الصواريخ. ايوه راشد باشا. هو حضراتكم؟ وازاي لحقتوا تعملوا كل الحاجات دي؟ طب متشكر يا باشا، مع السلامه. الحكومة هي اللي عملت كل ده، أزالوا أثار العدوان.